إن الحمد لله، الحمد لله ربنا الأكرم وخالقنا الأمجد والأجود ورازقنا الممجد الذي لا ند له ولا ضد له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا وزير له ولا نذير له، وهو نعم المولى ونعم الرفيق. أيها المصلون العظام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائلها عتيق من النيران، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائعا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المكرمون الذين تحضرون في هذه الجمعة المباركة، أسعدكم الله ورحمكم الله في الدارين، لأنكم خير أمة أخرجت للناس. فرجاء إني أخطب عندكم على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدوء القرآن واتباع السنة. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى آخر الآية. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي خرجه إمام مسلم رحمه الله في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة حين بلغوا سبعة واضربوهم حين بلغوا عشرة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فيا أيها المصلون العظام، إننا نأمر بالأمر المعروف وننهى عن الفحشاء والمنكر. هذا واجبنا في كل أفراد، في كل فرد من أفراد الاجتماعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحكومة لإصلاح الحكومة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة حق عند سلطان، أفضل جهاد عند سلطان جائر كلمة حق. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم، ونفعني ونفعنا وإياكم بالذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها المؤمنون، أسعدكم الله بخير الدارين. اعلموا أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. واجمعوا خير زاد التقوى للعقبى ولا تكونوا من الغافلين. وتوبوا الى الله ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واذكروا الله بكرة واصيلا، ان ذكر الله تعالى اعلى واولى. وعجوا وجلوا وتموا وهموا واكبروا، والله المستعان على ما تصفون.